السلام عليكم ورحمة الله. أنا الطالب خالد لولو، طالب في معهد إبسلون، دبلومة CDSA 27 مارس 2021. أنا بشتغل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من حوالي 16 سنة، مهتم بدراسة الداتا ساينس. مشروعنا اليوم هو الستروك بريدكشن أو التنبؤ بالسكتة الدماغية. الداتا حصلت عليها من كاجل. رح نبدأ نشوف النوت بوك تبعنا. في مقدمة بسيطة عن الستروك بريدكشن، وهي بتحكي على أنه الجلطة أو السكتة بتحدث عند توقف الدم عن الوصول لجزء معين من الدماغ، وبالتالي بيحدث تلف في الدماغ ما لم يتم تدارك الموضوع بسرعة. نسبة الوفيات للسكتة الدماغية قلت عن أول بسبب الإجراءات الصحية التي تتخذ في المستشفيات. في لينك للداتا سيت موجود عندنا في المقدمة. بدنا نحكي كمان عن الفاريابلز الموجودة في الداتا سيت هذه، واللي راح نستخدمها إحنا في التنبؤ بالسكتة الدماغية. بدنا نشوف علاقة هذه الفاريابلز ببعض وعلاقتها كمان بالسكتة الدماغية. طبعاً تشمل الاي دي والجندر والايج والهايبرتنشن والهارت ديزيز والإيفر ماريد والورك تايب والريزيدنس تايب والأفريج جلوكوز ليفل والبي ام اي والسموكينج ستيتس. رح نعمل امبورت لللايبريز الأساسية في بانداز في بايثون، اللي هي البانداز والنمباي والمات بلوتليب والسيبورن والأسكيلرن وبعض الألغوريثمز الخاصة. رح نبدأ نقرأ الداتا. قرأنا الداتا وبدنا نعمل Exploratory Data Analysis. بدنا نشوف في عنا Object Types هل هي صحيحة أو لا. بنلاحظ أنه الـ Variables مرتبطة بالـ Type بالـ Data Type. كمان عنا منشوف أنه في بعض الـ Missing Values خصوصا في الـ BMI. منشوف كمان هل في عنا Outliers، في عنا أرقام غير منطقية في الـ Data Set. منشوف انه لو طلعنا مثلا على الايج نشوف المينيمم فاليو قد تبدو غير منطقيه، ولكن هي 8% من السنه، وبالتالي بتكون عباره عن شهر او اقل من شهر بشويه. الماكسيمم ايج هو 82 وهي قيمه منطقيه. لو جينا نطلع على البي ام اي، البي ام اي ممكن يكون في اوتلاير هنا 97، لانه البي ام اي في معدل ماكسيمم 50. ما عدا ذلك القيم منطقية. الآن إحنا الأوتلايرز على البي أم آي بدنا نعتبر أقصى قيمة هي 50، وبالتالي بدنا نعوض عن أعلى قيمة فيها بقيمة 50. أي قيمة أعلى من 50 بدنا نخليها تساوي قيمة 50. وبالتالي زي ما نلاحظ هنا البي ام اي صارت اعلى قيمة فيها 50 بعد ما طبقنا الفانكشن باستخدام لامدا. طبعا بدنا نعمل تشيك للميسنج فاليوز في الداتا سيت تبعتنا. زي ما حكينا البي ام اي هي اللي فيها الميسنج فاليوز، القيمة بتاعتها 201. بدنا نقارنها باللينث تبع الداتا سيت او الداتا فريم تبعتنا، تطلع قيمتها تقريبا 3.93%، وهي نسبه مش كبيره. ممكن نعملها ديليت، وممكن كمان انه نعوض فيها قيمه الميديان، وهذا اللي احنا راح نسويه في الداتا. عوضنا بقيمه الميديان، رجعنا نشيك برضو على القيم الميسنج، ولاحظنا انه القيم بطل في عندي قيم missing في الداتا سيت تبعتي. بنروح لشيء اسمه univariate analysis، او اللي هو القيمه الواحده، الاناليسز للقيمه الكاتيجوريكال الواحده. بنشوف الايج، او عفوا القيمه الرقميه. الايج بنلاحظ انه احنا بتركز العمر عندنا ما بين 40 وما بين 60. بنشوف كمان البي ام اي او البودي ماس اندكس، بنلاحظ انه القيمه تتراوح ما بين 25 و35.
بدنا نشوف، ممكن نراجع نشوف أقل عمر حكينا اللي هو 0.08 حكينا عنها سابقا. ممكن نعمل analysis لل أو univariate analysis لل categorical data اللي هي هنا ال heart disease، ونربطها بالجندر. يعني إحنا هنا بنلاحظ إنه في نسبة العينة اللي أخذناها الناس اللي عندهم مشكلة في القلب أو heart disease قليلة مش كبيرة كتير. القيمة الواحد أو heart disease بتكون قيمة موجودة، الذكور أعلى من الإناث بشي بسيط. بدنا نشوف كمان موضوع السموكينج، الناس اللي بتدخن وعلاقتها بالجندر. بنلاحظ انه في الفئة او العينة، عينة الدراسة، الناس اللي ما بتدخن نسبتها عالية، ونسبة الإناث في النسبة هذه أعلى من نسبة الذكور. الناس اللي بتدخن والناس اللي سبق إلها التدخين تقريبا قيم متساوية، ونسبة الإناث أعلى فيها من الذكور. طبعا في عينة الدراسة بدنا نشوف كمان الناس أو الحالة الاجتماعية، مرد أو نوت مرد. بنشوف إنه النسبة الأكبر هي الناس المتزوجة في هذه العينة. بنشوف طبيعة العمل الورك تايب، بنشوف إنه أكبر نسبة هي للعمل الخاص أو العمل الحر البرايفت. بدنا نشوف كمان الـ residence type، بنلاحظ إنه الـ residence type ما بتختلف كتير عن بعض. بنشوف كمان نستخدم الـ pair plot لنشوف العلاقة الـ values أو الـ variables كلها مع بعض، ممكن نطلع منها بإشي، بس إحنا بدنا نركز أكثر على الـ correlation function. بدنا نشوف علاقة الـ stroke بالـ other variables. بنلاحظ انه ما في علاقة كبيرة كتير واضحة، ولكن ممكن نشوف انه احنا الـ age في نسبة اعلى من غيرها، ممكن كمان الـ glucose level نسبة اعلى من غيرها، وكمان الـ heart disease. هم هدول اعلى قيم ممكن احنا نركز دراستنا عليهم، نشوف شو تأثيرهم على الـ stroke. كمان الـ heat map ممكن تساعدنا. بدنا نشوف كمان شو علاقة العمر بباقي الـ variables. بنلاحظ إنه العمر ممكن يكون له علاقة بزيادة الـ BMI index، وكمان بزيادة الجلط أو السكتة الدماغية. بدنا نشوف الـ bivariate analysis. طبعا إحنا عشان ندرس الـ bivariate analysis بنفضل انه نحول الداتا سيت للداتا سيت اللي فيها الحالات الستروك 1، يعني او الناس اللي اوريدي عندها ستروك، وبالتالي بتوضح علينا دراسة الداتا سيت هذه. نستخدم فانكشن الجروب باي، وبنشوف شو علاقة الجندر بالستروك. بنلاحظ احنا انه نسبة الاناث اعلى اللي عندها جلطة في هذه العينة من نسبة الذكور بإشي برقم واضح، حوالي أكتر بأربعين. بندرس كمان الجندر شو علاقته بالستروك. بنلاحظ كمان إشي واضح إنه الإناث نسبتهم أعلى، نسبة الإناث أعلى من الذكور في موضوع السكتة الدماغية. بنشوف شو علاقة الهايبرتنشن كمان بالستروك. بنلاحظ إنه في نسبة معينة الهايبرتنشن بيأثر على السكتة الدماغية، ولكنها ليست النسبة الأعلى، نسبة موجودة تقريبا 66. طبعا هذا فيجواليزيشن فقط يعني للهايبرتنشن. كمان بدنا نشوف شو علاقة الستروك بالماريتال ستيتس واللي توي حكيناها. واضح انه الماريتال ستيتس نسبة كبيرة، الناس المتزوجين أكثر عرضة من غيرهم للسكتة الدماغية. هذا visualization كمان، هي واضح ان النسبة اكبر بكتير. موضوع الهارت ديزيز وارتباطه بالسكتة الدماغية، بنلاحظ انه في ارتباط ولكن ليس قوي كتير، يعني النسبة الاعلى الناس
اللي ما عندها هارت ديزيز وتعرضت للسكتة الدماغية كمان. وهي الفيجواليزيشن، الناس اللي عندها على اليمين تظهر. الورك تايب بنلاحظ انه اعلى نسبة اللي هم الناس اللي في العمل الخاص. بعتقد هذا اشي منطقي، لانه الناس يبدو اللي بتشتغل في العمل الخاص ما بيكون في انت امان وظيفي، وبتكون معرضة رأس المال للخطر، وبالتالي نسبة إصابتهم بالسكتة الدماغية بتكون أكثر من غيرهم. وهذا إشي جيد يعني بيّنته الدراسة ووضحته. بدنا نشوف الـ Work Type بالـ Visualization. هي بلاحظ إن نسبة الناس، طبعا أكيد هذه الـ Dataset حكينا عملناها فلتر، الناس اللي عندهم جلطات فقط وليس كل الـ Dataset. بدنا نشوف كمان موضوع التدخين. التدخين الواضح انه عينت الدراسة مش اعلى نسبة الناس الغير مدخنة التي يكون عندها سكتة دماغية، ولكن الناس ممكن الناس التي سبق لها تدخين او الناس المدخنة. يوجد عدد ولكنها ليست النسبة الاعلى. الـ Visualization never smoked هم اعلى ناس، او الناس التي لم يسبق لهم تدخين هم الفئة الأعلى التي لم تحصل على جلطة وسكتة دماغية. الـ Bivariate Analysis للـ Stroke مع الـ Average Glucose Level الواضح أنه أوكي، ارتفاع معدل السكر في الدم بيأثر على الجلطة، وهو في الذكور أكثر من الإناث باستخدام الـ Box Plot. طبعا الـ Body Mass Index يوجد ارتباط بشكل ما ما بين الـ Body Mass Index والسكتة الدماغية. العمر والسكتة الدماغية الواضح هنا على اليمين انه فعلا العمر، وكلما ارتفع العمر بين 60 و 80 بتزيد نسبة التعرض للسكتة الدماغية. بدنا نروح على Data Preparation. بدنا نشوف الداتا، بدنا نشوف الـ Values تاعت الـ Variables، ندرس الـ Value Counts تبع الـ Heart Disease. نشوف انه العدد اكبر، عدد الناس اللي ما عندها هارت ديزيز اكبر في العينة الدراسة هذه. بدنا نشوف كمان السموكينج ستيتس، في كاتيجوريز فيها ناس عمرها مدخنت، ناس مش معروف لسه تبعها، في ناس سابقا دخنت او كانت مدخنة في السابق، وفي ناس مدخنة. الورك تايب فيها البرايفت والسيلف امبلويد والتشيلدرن والجفرمنت جوب والنيفر وركت. طبعا هذه كاتيجوريكال فاريبلز، عشان يكون في عنا ماشين ليرنينج موديل لازم تكون هذه الفاريبلز كاتيجوريكال نيوميريكال، وبالتالي بنستخدم الجيت داميز نحولها لنيوميريكال. نستخدم الجيت داميز هنا، وبعدين نحصل على الاكس بانه احنا بنشيل الستروك او الليبلينج، وبنخلي الواي قيمتها هي الستروك. طبعا نعمل سبليت للداتا باستخدام الترين تيست سبليت، نتأكد من قيمة الترين داتا والتيست داتا. بنعمل تشيكينج على اذا في امبالانس كلاسز، بنشوف انه فعلا هنا في امبالانس كلاسز، بنعالجها بالاوفر سامبلينج. استخدمنا هنا الاوفر سامبلينج لمعالجة الداتا. وطبعا لازم نعمل سكيلينج للداتا باستخدام ستاندرد سكيلر. هنا مثال بسيط على استخدام اللوجيستيك ريجريشن، بس مجرد للتستينج، بس احنا عملنا استخدمنا اكثر من الجوريثم، الكي نيبرز والسبورت فيكتور ماشين والجاوشن والديسيجن تري والراندوم فورست والاكس جي بي كلاسيفاير، وعملنا لوب عليهم لنشوف مين افضل. استخدمنا كمان الهايبر بارامترز عشان نشوف افضل قيم لكل الجوريثم، واتضح معنا انه افضل قيمة كانت للراندوم فورست كلاسيفاير بنسبة تقريبا 99.54%. وطبعا استخدمنا جزء تيست للداتا في النوت بوك هذه،
وكانت القيمة صحيحة. طبعا عشان نعمل deployment للبروجكت هذا استخدمنا الجوبليب وحفظنا الكلاسيفاير وحفظنا السكيلر في ملفات دوت اتش 5، وبعدين استخدمنا الفلاسك وطبقنا صفحة الهوم والبريدكت، وفي النهاية حصلنا على البروجكت اللي هو بالصورة هذه. طبعا هاي الانترفيس استخدمنا هروكو كويب سيرفر. بدنا ندخل قيم معينة الايج، يعني احنا من دراستنا او من ال visualization تاعتنا كل ما ارتفع العمر بدنا نحط 80 العمر، بدنا نشوف في ستروك ولا لا. الهايبرتنشن طبعا كل ما زادت بزيد فرصة الحصول على سكتة دماغية. والهارت ديزيز، الجلوكوز ليفل بدنا نحطه 300 مثلا. البادي ماكس اندكس نحطه الماكسيمم 50. الجندر حكينا الفيميل هم الاكثر عرضه للاصابه بالسكته الدماغيه بنحطه فيميل، وحكينا الماريد بيبل هم كمان اكثر عرضه. والورك تايب حكينا البرايفت هم اكثر ناس عرضه للجلطه او السكته الدماغيه. الريزنس تايب ما كان في لها شيء محدد. السموكينج بنحطها سموكس، بنعمل بريدكت طلعت النتيجه عندنا ستروك، وهذا مؤشر على دقة البرنامج. بدنا نخفض النسب، بدنا ننزل الايج ل 40، وبدنا نحط انه الجلوكوز دي بنسبة طبيعية 50، وبدنا نغير في ميل نحطها ميل، والماريتال ستيتس نخليها سنجل، ونشيل السموك نعملها نيفر نيفر سموك. البريدكت هيطلع لنا نو ستروك. البرنامج دقيق وتجرب اكتر من مرة. في نهاية البروجكت حابب أشكر معهد إبسلون والمهندس إسلام والمهندس وائل على جهودهم الجبارة معنا طول الأشهر الماضية، وبحب أحكي إنه المستوى عالي، منافس لمعاهد تانية كتير، وبتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح. وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.